السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونون بصحة جيدة. اليوم سوف نبدأ بموضوع جديد يتعلق أيضا بالشجرة. الوحدة الخامسة كلها تتكلم عن الأشجار وفوائدها وعن البيئة. اليوم سوف نأخذ موضوع اكتشاف، يعني سوف نكتشف شيئا جديدا وتأخذون معلومات جديدة تفيدكم في الحياة اليومية. انظروا إلى يا طلاب، إذا مثلا لا سامح الله حصل حريق في مكان وأنت في هذا الحريق، هل تستطيع أن تتنفس؟ لا تستطيع أن تتنفس. لماذا؟ لأن الأكسجين لا يبقى في هذاك المكان. إذا مثلا مريض لم يستطيع أن يتنفس، وماذا ماذا يضعون على فمه الأطباء؟ يضعون الأكسجين حتى يتنفس. ماذا يضعون؟ الأكسجين. إذن الأكسجين، إذن الأكسجين هي مادة هامة، إذا لم يوجد الأكسجين فنحن سوف نموت، لأن يعني الأكسجين يفيد الحيوانات والنباتات والإنسان. إذن الشجرة ماذا تعطينا؟ الشجرة ماذا تعطينا؟ اليوم سنتكلم عن فائدة الشجرة. الشجرة ماذا تعطينا؟ تعطينا الأكسجين. تعطينا الأكسجين. وماذا تعطينا؟ تخفف من درجات الحرارة برخدني. قلق جارة قرمة. بس هكتو بتشي حديقك دارها من الوي حديقه بايك دي بتهد. إذن الأشجار تخفف من ارتفاع درجات الحرارة، تلطف الجو، تنقي الجو، يعني حتى جو مادة شابي دي خوش بيتن دي صافي بيتن. إذن أم لازم همي عرضة أم داراب خوبتشينين وقلاب خوبتشينين دا أوجه قلك يخوش بيتن ودا يا شابي دي فايدة بيتن دا همي أكسجينك باقش أم الوي جهي بكيشي. إذن دهينا سر بابتي ما نافي بابتشيا فوائد الشجرة. فايده داره چی بوما؟ گخوبدنه باش دار هر دارک برخودنه ابروکه اوی موضوع ام دول گرین. یلا انظروا الى الصورة جيدا، ماذا تلاحظون؟ ماذا تشاهدون؟ یلا انظروا الى جيدا. هذه الشجرة الجميلة، انظروا اليها وتأملوا ما هي اجزائها. ماذا يوجد في الشجرة؟ يوجد أوراق. شيا أوراق؟ شيا معنى أوراق؟ أوراق شنا؟ يعني بلقن. أوراق ثمر. ثمر شيا برهم. ثمر شيا برهم. باشا جهة يهشتا أغصان. غصن شيا غصن يعني قدا. غصن شيا قدا أغصان. وهشتا جهة جذع. وبشتينجي جذور. جذور أون أو الناف عدي دا ناف عدي رهن رهد دارا يناف عدي. إذن أف بنش تشتا برخدي أوراق ثمر أغصان جذع جذور هر دارك لازم أف تشتها بي قخب دم أف تشتا أوراق وثمر وأغصان وجذع وجذور برخدي أفا فايدة دتما شدة تما أكسجين دتما أهم تشتة دتما أكسجين. شوال جريتن ثاني أكسيد أو تنفساوي ثاني أكسيد الكربونة بس شتاويتن أكسجين وقالك فايدة يتهين دينوكا وفايدة أم والجري قخب دنا من باش قخب دنا من دينوكا أزديبون قخين. يلا تمنع الأشجار الأمطار الغزيرة هكذا عردك قالك دار هبن دار هبن ويعردي نابي تفيضان كانت باران بيتن أبد نابي تفيضان بو نابي تفيضان أو ناهيليتن ناهيليتن باران الويري خربت. تمنع الأشجار الأمطار الغزيرة والسيول من جرف التربة، يعني أو أخا الويري نا تشلي ناهيتن دار تشافي خدتا وي أخي. لأن جذورها تجعل التربة متماسكة. جذورها تشيا ما قوتي جذورها. جذورها تشيا يعني رهتوي والآخيت كتن خد جريتن. نفد بيتن. باشا خد جريتن وصالحة للزراعة ودي قلقا درز بيتن بو شاندني. وجهة كي قلقا دي باقش بيتن بو شاندني ويري شاندنكا قلقا جان دي بو ماتشي بيتن.
تزين الأشجار أفدارة قلك عردي جانكن شارع جانكن ريكا جانكن وتخفف من الضجيج والأصوات المزعجة وهكذا خبصجها بيتن الويري ودن جبلنجي دار شليت كتن نهيلتن دن جبلند الوي عادي شبتن برخودي كم فايدة دارة سبحان القادر يعني كم فايدة بما فادارة شبتن وقالك اش مجدت شيتن فادارة جيفة كتن ونظاتي خرابت كتن شبت نا لازم ام قالك شاوي مل وادارة بيتن دهينا ورقادي برخودني تصوير ايكي تنقي الأشجار الجو من الغازات السامة يعني دار جوي تشليت كتن جنجهي تشليت كتن تشي غازك سام غازك خراب ناهيلتن وتجمل الطبيعة وطبيعتك قلك جانت كتن جنجهي قلك جانت تعطينا الأشجار الأكسجين ما قوتي دار شدتها ما أكسجين تساعد الأشجار بالحد من ارتفاع درجة الحرارة يعني هكذا قرم بيتن هكذا دار دچلك دي في جريماتي كيشيتن ودي جو قلق خوش بيتن تصد أشجار الغابات الرياح القوية وتحمل مزرعة هكذا بايك قلق بقوة دي بجن او أفروكا بايك بقلق قوة هكذا أو جهة دار هبن ويعردي تشلي ناهية اللي أن دار دچي بتشتي دواركي ناهية لتن أف بايا تشتكي المروبي بيتن الصورة الثالثة تحضن الأشجار أعشاش الطيور برخدني طير مالت خوكيبة تشيت كتن هميل كيفا السردارة بو لأن دار بو همي تشتيد باش الصورة الرابعة تعطينا الأشجار الثمر والخشب والورق والصمغ والمطر دار همي تشتيد دتما دار الدتا نوكا رحلة تنقو يت مدرسة كورسيك ميس كنتور كوانتريت مطبخي أفهمي تشتشت شد بيتن إجدارة إذا دار قلك فايدة متكتن وبرهم جيب ما تشد بيتن أفلنا نوعة فاقيات خضراوات هم إجدارة بما تشد بيتن وورق نفيسين كاغذ أمسر تشت نفيسين سر كاغذ أف كاغذ تشت شد بيتن إجدارة وصمغ أو صمغانين شتي سكوتين أو جدارة ومطاط أو جي نوعكي صمغي نوكا اف موضوعه باش تجهشتن تشا فايده دار قالك فايده تيدن ام لازم فيلبين دار اكسجين الدتما دار او جهه قرم خوشت كتن دار يعني دار شتاد دتما يتكنتوريا يترحلا يتكرسيكا يصبوري كاغذ الدتما انواع تفيقي الدتما وعرض ويعرض يجي قالك جانت وجا ام لازم قلق داراب تشيني وشاوي ما الوا داراب بيتن وجهه مثلا بيتا خوفا يضان باران قلق بيتن هكذا مدارها بيتن ويجيهي نابتا فيضان لان رهت دارا ره الجذور شتكتن والاخد كتن خد قريتن اف موضوع قلق مهمة هون لازم بخينن وبظانن دار شن جزئات كتن باشا عقلي جانتي قهشتن دينو كجارة قادي بونغو خينم وقو خب دنا خان دنامن ودي دو جاران فيسن المال باشا يلا قل من بل اكتشاف يعني تشتكي ندي والقرين فوائد الشجرة الثمر الأوراق الجذع الأغصان الجذور فهذه هي مكونات الشجرة تمنع الأشجار والأمطار الغزيرة والسيول من جرف التربة لأن جذورها تجعل التربة متماسكة وصالحة للزراعة تزين الأشجار الشوارع والطرقات وتخفف من الضجيج والأصوات المزعجة تنقي الأشجار الجو من الغازات السامة وتجمل الطبيعة تعطينا الأشجار الأكسجين تساعد الأشجار بالحد من ارتفاع درجة الحرارة بحبسها الرطوبة تصد أشجار الغابات الرياح القوية وتحمي المزروعات تحضن الأشجار أعشاش الطيور وتعطينا الأشجار الثمرة والخشب والورق والصمغ والمطاط. هل افتهمتم الموضوع جيدا؟ الآن سوف ننتقل إلى التمارين. التمرين 19 ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة الآتية يعني معناويت شيا أو جملة درست هاتي دي صحك دانين أو جملة خلت هاتي دي خلت دانين رخ وأف جملة هميل في بابتنا أو بابتانو كاما والكرتي يلا كخب دانا من دينو كخيني الجملة الأولى تنقي الأشجار الجو من الغازات السامة يلا كخب دانا من طلبة جان
أفا صحة أنخلتا عافية صحة بو صحة بشتتا أف دارة جوي تشليت كتن بوما تشتكي خراط نهيلت. يا جملة دوي لا تساعد الأشجار على الحد من ارتفاع الحرارة أفا تشيا بدار تشتكتن ويجيه قرم تكت عن خوش تكتن يلا كده بزانيتن أفا خلتا أن درست أفا بشتنا هروي عدي هر قرم تميلتنا أفا خلتا. إذا دتشن في سين يا أولي تشيا يا أولي صحة يا دوي خلتا. يا سين تعطينا الأشجار والثمرة والخشب والورق والصم درستا أفقية أم تخون أف سيبا أف خوخة أف حليكة أف باهيفة نكفا أف وختية أم تشن حجبات اشتات كان كده تما أف دار الجان ده تما أم لازم هر ممنون يا ربي خود كان يعني أو قلك تشتي خوش بما يتشكري باشا أف دارة أف تشتت أم نكا سرطرينين كرسيكن رحلن أف شكيفة أف جدارة. إذا أف جملة شيا درستا عن خالتا درستا. يا تشاري تبشت تسبب الأشجار الضجيج والأصوات المزعجة. لا بالعكس دار تشتكتن أكد دنجك بلنتكتن دار وليتكت أو جه دنج نو فدتن دنج نو بلنتكتن. إذن أبا خلتا. يا بينجيتشيا لا تمنع الأشجار الأمطار الغزيرة والسيول من جرف التمرة. نأفجي خلتا ما تشقوتي ما قوتي باران أكد زور بين أو جهد بيتا يعني دي خرابتنا هكذا دار الويري بيت أبد خرابنا. إذا أفجي خلتا دهينا تمرينا بستو إيك بستو إيك تشيا قوخو بدنا مني يا بستي هنك دي تشيكان يا بستو إيك بشتا أكتب الكلمة المناسبة بالفراغ فراغاتا وتودي فراغا بركي شهر موضوع ما فوائد الشجرة. تمنع الأشجار تمنع الأشجار فيريتشيا فراغ الغزيرة وفراغ من جرف الفراغ دي شنو بيسين تمنع الأشجار الأمطار 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 الغزيرة والسيول السيول من جرف التربة يعني أخاوي تشلي ناهد أو جهي دار ليبل. يا دوي تصد أشجار الغابات هكرب أكب قوة بما بيتن كده وبايرا وسن. إذن الرياح القوية وتحمي المزروعات كان دنيت مجي هميدي تشلي ناهد إن شاء الله. تحضن الأشجار أعشاش الطيور هيلينة طيرة الطيور تجهشتن عقل جان. الحمد لله أبروك ما خلاص كرج في بابتي إن شاء الله دي باش تجهن ودي باش خينن ودي دجاران فيسن وأواجب ما يجي دي تشيكن المال حتى درسكادي خدي قلن قبيتن